الظهيرة من قناة سما نبدأها بأبرز عناوينها. تقدم. أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم إناس مروان القوادري طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو الطلب 19 في الانتخابات الرئاسية. توجه أكثر من 1.5 مليون طالب اليوم لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية للعام الدراسي الحالي، وبحسب بيان لوزارة التربية، أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة تشغيل محطة مياه علوك بعد توقف عملها لأكثر من 16 يوما نتيجة تعديات الاحتلال التركي ومرتزقته على الخطوط الكهربائية المغذية للمحطة. تجددت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة والضفة الغربية، حيث شهدت منطقة باب العمود وحاجز قلندية شمال القدس مواجهات أسفرت عن إصابة 20 فلسطينيا بجروح، فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات شمال مدينة البيرة. أعلن العراق الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق اندلع فجر الأحد في وحدة للعناية المركزة كانت مخصصة لمرضى كورونا في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد. وأسفر أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع عن تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة من نوع قاصف كيتو استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غرب السعودية. وأكد السريع على جبهة مأرب يقترب الجيش اليمني واللجان من السيطرة على التومة العليا التي تبعد 4 كيلومترات عن الأحياء الغربية للمدينة. هذا وكان الجيش اليمني بسط كامل سيطرته على منطقة الطلعة الحمراء الاستراتيجية. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بدءا من اليوم. وبحسب الجريدة الرسمية فإن القرار يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية. أعلنت السفارة والقنصليات الأمريكية في تركيا أنها ستغلق أبوابها يومي 26 و27 من نيسان أبريل الجاري احترازيا بعد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعرض الأرمن للإبادة في الدولة العثمانية. قال المكتب الصحفي للرئاسة الأرمنية إن رئيس الجمهورية أرمين ساركسيان وافق على استقالة الحكومة برئاسة نيكول باشينيان. هذا وكان باشينيان قد أزاح الجيش الإيراني الستار عن 7 أجهزة ومنظومات قتالية وتقنية لقواته البرية، بينها جهاز تحذير أمواج الرادار المحمول على طائرة مسيرة ومنظومة تيام 1400 وهي منظومة الدفاع الذاتي للطائرات المسيرة والكشف والتعرف عن رادارات التوجيه والمراقبة الجوية للعدو المحمولة على المسيرة. دشنت الصين السفينة الهجومية تايب 75 التي تعد أضخم سفينة هجومية تملكها قواتها البحرية ويمكنها حمل مئات الجنود ونحو 30 مروحية. هذا ويحتل الجيش الصيني المرتبة الثالثة بين أقوى جيوش العالم، وتضم قواته البحرية قرابة 800 قطعة بحرية بينها حاملة طائرات. فيما أعلنت الدفاع الروسي عن إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية الأجنبية، عادت قوات المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية والقوات المحمولة جوا إلى مواقع انتشارها الدائم بعدما شاركت في التفتيش المفاجئ وتدريبات متعددة النوعية في شبه جزيرة القرم. انطلق الاختبار البشري للمرحلة الثالثة من لقاح كورونا الإيراني المسمى كوإيران في العاصمة طهران، خضع لتطعيم مع إطلاق المرحلة 3 متطوعين أساسيين، وسيستكمل الاختبار بتطعيم 20,000 شخص في 6 مدن هي طهران وبوشهر وشيراز وكرج ومشهد وأصفهان، حيث بدأ تسجيل المتطوعين للمرحلة الثالثة في 21 من نيسان أبريل الحالي. إلى العناوين. بهذا نكون وصلنا إلى ختام نشرتنا، في أمان الله.